قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قوله عز وجل: فابتغوا، الابتغاء هو الطلب. وقوله عند الله، العندية هنا في تقديمها فائدة، إذ إن الأصل في السياق لو كان في غير القرآن فابتغوا الرزق عند الله، فلما قدم الظرف دل على الحصر، وذلك لأن القاعدة عند البلاغيين أن ما كان حقه التقديم فأخر، أو حقه التأخير فقدم، أنه يفيد الحصر، فيحصر طلب الرزق عند من؟ عند الله عز وجل. وابتغاء الرزق ليس المراد منه ما يجول في الخاطر وما ينقدح في الذهن من المال، لا، وإنما كل نعمة هي رزق من الله عز وجل. فالصحة رزق، الجاه رزق، المال رزق، الأولاد الصالحون رزق، الزوجة الصالحة رزق. وإذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أمر بالإنفاق من الرزق. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أنفق زوجين، يعني صنفين، من أنفق زوجين في شيء من الأشياء دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدق، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان الحديث. فكيف يكون هناك إنفاق في الصلاة؟ الإنفاق في الصلاة أن يبذل الإنسان نفسه وأن يحبسها لله عز وجل، فهذا وجه من وجوه الإنفاق في الصلاة. وأبواب الجنة الثمانية التي رتب عليها أعمال تنفق، ذكر ابن حجر رحمه الله من بينها العافين عن الناس، من بينها العلم، فدل على أن العلم ينفق ويبذل. وقوله عز وجل: واعبدوه، إذا ذكرت العبادة يذكر الرزق في غالب ما يكون. ولذا كما سبق أن أشرنا إلى ذكر قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بين الحكمة من خلق الإنس والجن، ثم ذكر الرزق، ثم قال عز وجل: واشكروا له. الشكر لا شك أنه عبادة، فلماذا أفرد بالذكر؟ هذا من باب عطف الخاص على العام، فيكون فيه تنويه وتنبيه بشأن الشكر. والشكر يجب أن يخلص فيه لله عز وجل بدلالة قوله له: واشكروا له، يعني لا إله غيره. والشكر مرتقى عزيز لا يصل إليه إلا من علت نفسه، ولذا قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر ذكر هنا لأنه ذكر الرزق، وإذا رزقت بخصلة حميدة أو بمال فإن الواجب عليك أن تشكر الله عز وجل. إذا طلبت الرزق من الله فنلت هذا الرزق، فعليك أن تشكر الله عز وجل على هذا الرزق. ثم قال تعالى: إليه ترجعون. إليه ترجعون، فيجازي كلا بعمله، الشاكر وغير الشاكر، العابد وغير العابد، الطالب للرزق من الله والذي لم يطلب الرزق من الله وإنما طلبه من غيره. فالتنويه أو الختم بقوله وإليه ترجعون، ختم الآية، فيه تهديد وترهيب أن تصرف عبادة لغير الله عز وجل. فيكون موضع الشاهد من الآية قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، ففيه أن من ابتغى الرزق من عند غير الله عز وجل فهو غير عابد لله عز وجل، وإذا لم يعبد الله فإنه ليس بموحد. فذكر قوله واعبدوه بعد طلب الرزق من عند الله عز وجل يدل على أن طلب الرزق من عند الله عبادة.